وإذا بتعرف إنه ندى شاركت مؤخرا بمعرض للشوكولا ببيروت، وأكيد فريق عمل ببيروت كانوا تحت وصوروا وأجوا بهيدا الروبورتاج، خلينا نشوفه. فجأة ناس وزحمة سير، هذا ما خلفه مهرجان بيروت للطبخ في سنته الرابعة الذي أقيم في مركز بيل للمعارض في وسط بيروت. كيفما تجولت في هذا المعرض لابد أن تلفتك زاوية ما فيه، فإلى جانب أجنحة المطاعم وأصناف الأكل والحلويات الجاهزة نجد منصات خاصة بصناعة البورسلان والأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطابخ. نعمل نحن اورجانيك فود، واليوم موجودين كمان بالاورجانيك كورنر. المعرض لذيذ، انا عندي ثالث سنه اصلا موجود هون، ولو ما انه كل سنه بيكون انجح من سنه ما كنت بكون موجود. واول مره اشترك بمعرض، فسبيان هيك اتس اكسلنت، عم نشوف زبونات كثير ترجع تتذكرنا، رابيل مهم. صالون الشوكولا الذي استحدثه المهرجان في نسخته هذا العام لم يمر مرور الكرام، فقدمت أسماء معروفة في عالم تصميم الأزياء لمساتها على فساتين شوكولاتية بأسلوب خارج عن المألوف. شوكولا كلها هاند ميد، يعني كلها مصنوعه وانا ديلي بيسز، يعني كل يوم بيومه، وذا فاينست انجريدينت، يعني احسن نوعيه شوكولا موجوده بالسوق. وانا كثير مبسوطه انه اليوم نحن بصالون دي شوكولا، وان شاء الله لسنين لقدام يا رب. بنسبه كان نقول نوعيه كثير مهمه، في شوكولا كثير طيب، في حسينا في تقنيه جديده ببعض الشركات المأكولات، بعقد بتشوفي كل شيء، بتاكلي كثير، بتذوقي كثير، يا ريت ما تغديت. المعرض مثل كل سنه عم بتحسن من سنه لسنه الى افضل، يعني الشركات عم بتشارك بطريقه انه شو في افضليه، بتعرف نحن تكنولوجيا عم نقدم، عم بيصير في اشياء دائما تطور بالاغراض، فالصناعه الفندقيه والاوتيلات والمطاعم، حتى ستات البيوت، المحلات، الماركات بحاجه لهالاشياء، وهالمعرض صالون كولينار يعني تنستفيد من انواع شوكولا، من انواع ماكولات، من اشياء عده للمطابخ، للمطاعم، للاوتيلات، كثير مهمه. الفيلي كان غريب، كثير مهضوم، كثير انبسطت فيه، وان شاء الله دائما في افكار حلوه بلبنان. شوكو 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 شوكو